أهلا، لا يهمني حفي الدراجي سحبك لتدويناتك المسيئة لبلد المغرب، أو ما إذا كان ناصر الخليفي فعلا وراء ذلك، أو حتى بافتراض أن ذلك نتاج صحو الضمير مبني للمجهول في الوقت الضائع من مباراة أنت الخاسر فيها. لا يهمني ذلك لأن الرصاصة انطلقت ولن تعود لغمدها، والرشد ضاع بعدما ضيعت كل شيء بخربشات على حائط أزرق يشهد على نرجسية نادرة. لا يهم الأخ حفيظ أن تتقيأ في كل مرة حقدا على بلد احتضنك مرات ومرات، أو تحيض سما زعافا في كل مرة تصاب فيها بهلوسات ضد بلد ذنبه الوحيد أنه يسجل الأهداف في مسلسل التنمية والسياسة الواقعية مقابل بلد جار ربما لم تسعفه نبهة جنرالاته على العبور من خطابات السبعينيات الشعبوية إلى واقعية الألفية الثالثة. حفيظ الدراجي، الحافظ لمقررات دولة العسكر، الدارج على دباجة كلمات ترفع منسوب الثقة في بلدنا شعبا ونظاما، تقبل مني هذه الكلمات بعدما استنكفت عن ذلك طيلة خرجتك الرعناء السابقة، فقد كنت أقول إن الهلوسة طبع إنساني قبل أن يتأكد لي أن الأمر تحول إلى عقيدة لديك. أتذكر أول مرة التقيتك فيها مباشرة، كان ذلك سنة 2004 أو 2005 بأحد الأندية الرياضية الخاصة بالرباط. لم يجمعنا الحديث حينها، لكن تابعت العناية التي حظيت بها من طرف المنظمين والزهو الذي كنت تشعر به، وهو أمر عادي بالمغرب، فكم من باحث وإعلامي جزائري التقيته شخصيا بالمغرب ولم يرحن عن المغرب الأقصى إلا وهو يشهد بعمق الكرم والمحبة التي لقيها. وبالتالي فأنت لا تعكس بخرجك عسكرية معدن المواطن الجزائري الأصيل كما نعرفه هنا بالمغرب. بعد كل تلك السنوات صنعت اسما وسط الجمهور العربي بطريقة تعليق من حق البعض أن يتحفظ عليها كما من حق البعض آخر أن ينصرها، لا يهم. المهم أنه بعد سنوات من حضورك للمغرب اخترته مجددا لقضاء عطلتك العائلية بعد نهاية كأس إفريقيا 2019 بمصر بلازمتك الشهيرة حتى في الجولية رياض، وتجولت بين أكادير ومراكش والدار البيضاء واوا، ولم تختر بلدا آخر لقناعتك أن المغرب بلد استثنائي، ليس أجمل بلد في العالم بالتأكيد، لكن ربما بلد يحلم الكثيرون بالجزائر بقضاء عطلتهم به، وأنت بدورك تركت الجزائر واخترت المغرب، وهذا أمر عادي جدا، فالأشقاء المتخصصين في السياحة بالجزائر يشهدون بقوة المغرب سياحيا ودرجة التطور الذي لحق بالبنية التحتية بالمغرب خصوصا في العشرين سنة الأخيرة. وبعد فتح الحدود تابعنا موجات بشرية جزائرية في مختلف مدن المغرب، وحتى والحدود مغلقة تابعنا كيف أن الجالية الجزائرية بأوروبا تفضل قضاء عطلتها بالمغرب، بل وبعض مواطنيك فضلوا البقاء بالمغرب، ويكفيك نقرات على هاتفك لتأكد من ذلك. قلت خلال عطلتك بالمغرب شهدت حبا ربما لا يقل عما تشهده في بلدك الجزائر، تابعت حفاوة الإنسان المغربي إلى درجة أنك لم تفلح في الاختلاء بعائلتك طويلا كما قلت ذلك بنفسي لي ونحن على إحدى مقاهي المعارف بالدار البيضاء، مئات صور تذكارية وعشرات استجوابات في حلك وترحالك ببلد المغرب، أما كلمات الترحيب والثناء فيصعب بالتأكيد وزنها أو قياسها. ما خططته ضد أو ما خططته ضد بلدي المغرب شعبا ونظاما هو كلام حواري مختلط بشعبوية الستينيات وديماغوجية الفكر الناصري. صحيح أن المغرب ليس بلدا كما نريد، لكن على الأقل هناك أشياء تنجز تجعلنا نؤمن بالغد، على الأقل نلمس تطورا يوما عن يوم، وهناك تصور سياسي واقتصادي واجتماعي تتبين ملامحه شيئا في هذا البلد الكريم. كان الأفضل أن توجه بندقيتك الخشبية صوب حاكم بلدك الجزائر، بلد ما زال يرفع شعار دعم حركات تحررية بكل ما يستتبع ذلك من نزيف مادي، في حين لم ينجح في تحرير أبناء شعبه من قهر البحث عن جرعة ماء، ببلد ما زال الحليب والزيت والموز ترفا كبيرا. وإن راودك شك في كلامي اكتب مجددا كلمة الجزائر على هاتفك ذاته الذي ضربت به المغرب لتنعم بشكاوى مواطنين جزائريين أحرار يتبرؤون من البوليزاريو وممن قادهم لذل البحث عن أساسية العيش في بلد ما زال يتلمس خيوط إطلاق حملة تلقيح ضد كورونا، ببلد عقيدته الأساسية لم تخرج عن خلق عدو كلاسيكي وهمي للتغطية على أزمة داخلية،
وبدون أن يخجل جنرالته من المراتب المتدنية في سلالم التنمية رغم مداخيل الريع النفطي. هذا هو المفروض أن يكون مضمون تدويناتك حتى لا ينسحب عليك المثل القائل سيق باب دارك قبل ما تسيق باب جيرانك. صحيح أن تدويناتك نجحت في إطارات لغة كبير بالمغرب، ليس لقوتها أو وجود عمق فيها، بل فقط لأنها جاءت من إعلامي رياضي، ونحن نعرف تأثير الرياضة على الجماهير. فأن يكتب السياسي والاقتصادي معلقات من الدم والشتم والبهتان لن تحرك شيئا، وحتى هذا السياسي والاقتصادي وهو يتسبب في خسائر لبلده لن تجد ربما من يهتم بذلك وسط الجمهور الواسع، لكن حال الرياضي استثنائي. فخسارة عداء أو منتخب كفيلة بإطارة الرأي العام، لأن العام ما تعرف اللاعب حكيم زياش والإعلامي سعيد زادوق، لكن لا تعرف من هو وزير الاقتصاد أو الطاقة، وتحزن أياما بسبب ضربة جزاء ضائعة، لكن قد لا تهتم لعقد تجاري خاسر. إذا كانت لديك عقدة من إسرائيل أو الكيان الصهيوني فهذا حقك، لكن فقط كن منسجما مع ذاتك ولا تمارس لعبات انتقاء بلهاء. وإلا لماذا لم ترفع سيفك الخشبي وأنت تعلم بالزيارة لرئيس إسرائيل السابق شيمون بيريز للدوحة سنتين 96 و 2006 ولقاء وزيرة الخارجية تسيبي ليفني وأمير قطر عام 2008 ثم زيارة والي الدوحة في نفس السنة؟ وماذا عن المركز التجاري الإسرائيلي بين البلدين وتزويد إسرائيل بالغاز القطري بعد تفجير خط الغاز الإسرائيلي المصري؟ وكيف نقلت خطوط قطر الجوية يهود اليمن إلى تل أبيب؟ وماذا عن القاعدة الأمريكية عديد بقطر التي ليست سوى حديقة خلفية لإسرائيل؟ كل ذلك هو من شأن قطر ولا يهمنا في شيء. تريد علاقة إسرائيل وقطر رياضيا؟ لا مشكلة، طيب أحضر قرابا لملئه بما يلي. قطر أكدت أنها ستسمح لإسرائيل بحضور مونديال 2022 في حال تأهل، وذلك أمر بديهي بالنسبة إلي. قطر استقبلت منتخب الكرة الشاطئية في جولة قطر العالمية، واستدعت منتخب كرة اليد الإسرائيلي للمشاركة في بطولة العالم المدرسية بالدوحة. ولك واحدة جميلة لك قطر، اسمع جيدا، مولت بناء ملعب يحمل اسم الدوحة ب$6 ملايين في مدينة سخنين بإسرائيل بسعة 10,000 متفرج، تجرى فيه مباريات دوري إسرائيل ممتاز منذ سنة 2006. إذن لماذا لم تتحرك غيرتك بكلمة في حق بلد يستضيفك له علاقات مع الكيان الصهيوني؟ هل تكسر سيفك الخشبي؟ أم أن المغرب وحده من يغريك بتصريف خطابات القومية العربية؟ بالخليج إعلاميون مغاربة من مختلف المجالات تربوا على حب الوطن بدون ضرب الأوطان الأخرى، فلكل سياسته ولو استقلاليته في تدبير أموره السياسية، لأن السياسة أعمق مما تعتقد، وما يعد اليوم خط أحمر قد يصير أخضرا في اليوم الموالي. وإذا أوجعتك رسالة عمر هلال بالأمم المتحدة بخصوص منطقة القبيل، فهي لم تكن سوى رد فعل بسيط ومتأخر عن أفعال النظام الجزائري ومسامير الجنرالات التي أدمت أرجل المغرب أزيد من 40 سنة. رغم ذلك مد ويمد المغرب يده للجزائر للمصالحة بدون شروط، وإن كنت استهزأت بعرض المغرب وملكه من أجل إطفاء حرائق الجزائر بطائرات كامبير المتخصصة التي يتوفر عليها المغرب لوحده بإفريقيا منذ 10 سنوات، فربما كان حريا بك أن تبكي بلدا بآلاف ملايير الدولارات وبأبار من النفط والغاز وجد نفسه يستجدي فرنسا المجرمة حسب القاموس السياسي الجزائري من أجل طائرة تطفئ حرائق عرت كل شيء. كان ذلك أسلم لك. المغرب قدم الشيء الكثير للجزائر قبل وبعيد الاستقلال من منطلق الواجب التلقائي، وذلك ليس منة منا، فهو واجب. ولن أسهب في الحديث عن دعم المغرب لطوار الجزائر بوجدة والناظور وعن الدعم العسكري مباشرة بعد استقلال سنة 1962 سأظل في الشق الرياضي لأخبرك أن الفيفا أوقفت منتخب المغرب لكرة القدم عن اللعب سنتين سنة 1958 بسبب دعمه للجزائر. إن كنت تعرف تفاصيل هذه القصة وكتبت ما كتبتها فهي مصيبة، وإن كنت تجهلها فلن أقول لك أنها الطامة الكبرى، بل فقط أنصحك بمراجعة التاريخ جيدا قبل امتشاق قلم وكتابة ما لا يكتب. طاب يومكم.